فوقت غادرت سوريا كانت الدمعة بتنزل بعيني كوني رح أترك أحلى ذكريات بحياتي وأمشي. هاي الرحلة بالنسبة إلي وبالنسبة لكتير سوريين بنسميها رحلة الموت، لأني ما بتعرف إذا رح تقدر تصل للبلد اللي بدك إياه. أنا رامي أنيس من سوريا، من مدينة حلب. فمن هداك الوقت حطيت حلم قدامي إنه يوم من الأيام رح أصل للأولمبياد. بالنسبة لي المسبح هو منزلي، المي بالنسبة لي الأكسجين تبعيتي اللي بتنفسه. كل شيء حلو، كل شيء ذكريات، كل شيء راح يصير معي بالمستقبل، بسلم نفسي للمي. تكون بالمشارك بأولمبياد ريو، فكان هالشي مثل حلم بالنسبة إلي ومالي رايد أصحى منه. ففي هالمشاركة كنت فخور إنه أنا عم بمثل أكثر من 60 مليون لاجئ في العالم. ابدا كان ما في عندي خيار الانسحاب بحياتي نهائي، دائما كنت اتقدم لقدام، ما طلع لوراي ابدا. طبعا وقت بنزل على المي ما في شيء بيوقفني، بحس بالحريه بشكل تام. انا بالنسبه لي فقدت بلدي لكن ما فقدت أحلامي، وما في شي بيقدر يوقف.